حماتي قالت لي يا قربة يا قرشانة، وفرجت عليا سلايفي لما لقيتني كده. طلعت ورقة الجلاش من الفريزر اللي ما عدتش عارفة افتحها من بعضها، ومش عارفة اطلعها ورقة بورقة، وكل ما اشد ورقة فيها بتتقطع من بعضها. وقلت هتصرف، رحت ماسكة ورقة الجلاش كده ومقطعاها زي ما انتم شايفين حتت حتت. المهم طبعا بقى عايزة اعملها باللحمة، عايزة اعملها بالجبن، عايزة اعملها حتى ان شاء الله يا رب بأي حاجة هعملها. المهم قطعتها كده وقلت بقى هعملها خلاص. كان عندي كده ايه مكسرات من اللي هي بتاعت الغلابة، اللي هو جوز هند على زبيب على سوداني على جوز هند عريض، وقلت هعملهم. بس جيت بقى قلت بدل مش هعرف ادهنهم سمنة، انا هعمل بقى سمنة بلبن بحيث ان هي تطري ورق الجلاش معايا ما يبقاش ناشف. وطبعا مجهزة بقى ايه الشربات قبلها بشوية، يعني مجهزة الشربات لان الشربات بتاعها المفروض انه يبقى ساقع ما يبقى سخن قوي. المهم بقى جيت كده نص الكمية اللي انا عملتها سمنة بلدي على لبن، وسقيت بيها نص كمية الجلاش اللي انا حطيتها. وبعد كده حطيت المكسرات بتاعتي او الحشوة بتاعتي ايا كانت هي ايه. طبعا دي مكسرات الغلابة عشان محدش يقول لي هو الزبيب والسوداني دول مكسرات الايام دي. المهم بقى ايه، جبت بقى نص كمية الجلاش التانية وحطيتها كده على الوش، هحاول ان انا احط بالتساوي وابدأ اسقي بقى ببقية كمية المادة بتاعتي. بس طبعا جيت بقى قلت هسيب ورقة كده من المتقطعة اللي انا مش عارفة افردها دي، واحطها على وش الصينية بتاعتي بحيث ان انا لو جيت ان انا اقطعها اعرف اقطعها يعني قطع وكده. فالمهم بقى ايه، جيت حطيت الورقة ديت وقطعتها كده بالسكينة مثلثات علشان اقدر ان انا يعني بصوا انا بحب اللي هو الجلاش اللي بيبقى محشي كده بالناشف ده، ما بيبقاش فيه مهلبيه ولا حاجه، تبقى القطع بتاعته كبيره الواحد يعرف يمسكها. انما لما بتكون مهلبيه بقى كده بحب ان انا اعملها ايه مربعات. المهم بقى قطعت كده الصينيه بتاعتي، وبعد كده حطيت عليها كميه السمنه باللبن اللي فاضله. اول ما حماتي بقى شافتها وهي خارجه من الفرن وشافت النتيجه بتاعتها كانت مفكره ان الجلاش اللي انا مقطعاه ده هيبوظ، انبهرت من